شاركت النجمة إليسا في حفل ليلة نجمات العرب الذي أقيم ضمن فعاليات رأس السنة، ومن ضمن الفساتين التي ظهرت بها إليسا كان هناك فستان باللون الوردي الفاتح من تصميم ألكسندر ماكوين يصل سعره إلى 162 ألف جنيه مصري. أما النجمة نانسي عجرم ارتدت في الحفل ثلاث فساتين من بينهم واحد باللون الأسود من تصميم إيلي صعب، وجاء بفخامة لامعة شفاف فتحة 7 وبحزام عند الوسط، وصل سعره إلى 5970 دولار أي ما يعادل 184 ألف جنيه مصري. وطرقت نانسي شعرها منسدلا مموجا مع مكياج ترابي. أقيم حفل ليلة نجمات العرب على مسرح محمد عبده في أرينا احتفالا بقدوم العام الجديد، وتشارك إحيائه أنغام أصالة أحلام نانسي عجرم إليسا وأسماء المنور.